السلام عليكم. تقترب العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني في محور تعز غرب المدينة من تحقيق هدفها في إخراج الميليشيا من المنفذ الغربي وقطع الإمدادات عن كامل المنطقة الغربية التي تشهد مواجهات واسعة في مديرياتها. وبالتزامن مع هذه العملية أعلنت اللجنة الأمنية بالمحافظة عددا من التدابير التي من شأنها فتح كافة الطرق والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها أمام حركة المواطنين والمركبات. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش آخر التطورات على الجبهة الغربية ومدى إمكانية فتح المنافذ أمام الحركة في ظل سيطرة الميليشيا على أجزاء منها. تتواصل العملية العسكرية غرب تعز والتي من المقرر أن تفضي إلى السيطرة على المنفذ الغربي للمدينة وقطع خط الإمداد الأخير للميليشيا إلى مناطق غرب تعز ومديريات ريف المحافظة. قيادة المحور قالت إن العملية تمضي نحو تحقيق أهدافها، فيما تؤكد المصادر العسكرية أن الألغام تبقى العائق الأكبر أمام إحراز تقدم سريع لقوات الجيش والمقاومة. نتابع التطورات بعد هذا التقرير. مواجهات عنيفة تدور غرب تعز منذ أيام، والهدف تحرير المدخل الغربي للمدينة وقطع إمدادات الميليشيا القادمة من المناطق الشمالية. تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مدارات وسيطروا على كامل وادي حنش ونقطة الهنجر ومواقع أخرى، فيما تبقى المواجهات قائمة للسيطرة على شارع الستين والدائرية الشمالي، خط إمداد الميليشيا الرئيسي الموصل إلى جبهات القتال غرب تعز. بعد قطع خط الحديدة يعد شارع 60 آخر خطوط إمداد الميليشيا بين شرق تعز ومدينة إب ومواقعها في جبل حبشي ومقبنة والمعافر وموزع غرب تعز. لهذا تقاتل الميليشيا بشراسة وتدفع بتعزيزات كبيرة إلى مناطق المواجهات، فهي تعرف أن خسارتها لمواقعها هنا يعني خسارة الكثير فيما وراءها، حيث تدور المواجهات في مديريات تعز الداخلية والتي تمر ميليشيات الحوثي والمقلوع وتعزيزاتها إليها من هذه المنطقة، وقطعها يعني انقطاع أملها في الانتصار أو مواصلة حربها الخاسرة في مديريات الساحل الغربي وبعض مديريات ريف تعز. قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم بشكل لافت منذ أيام بمساندة من طائرات التحالف العربي التي شنت عددا من الغارات على مواقع الميليشيا خلال الأيام الماضية، وتبقى حقول الألغام الكثيفة في المنطقة أكبر العوائق التي تمنع قوات الجيش الوطني من التقدم السريع. وبالتزامن مع التقدم الذي تحرزه قوات الشرعية غرب تعز والهادف إلى إبعاد الميليشيا عن مدخل المدينة الغربي، أكدت اللجنة الأمنية بالمحافظة أنها قامت بترتيباتها لاستقبال وتأمين المواطنين والمركبات عبر طريق المشكي كلابة كطريق مفتوحة وجاهزة بانتظار فتحها أمام حركة المواطنين من جهة الميليشيا بحسب اتفاقات سابقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع نائب الناطق باسم الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر. سيادة العقيد أهلا بك. أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. مرحبا بك. في البداية، المكاسب التي حققها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجبهة الغربية وعلى وجه التحديد في مفرق شرعب ومصنع السمن والصابون. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تحقق خلال الأيام الماضية، ما زال الأبطال محافظين على مواقعهم المتقدمة التي وصلوا إليها، لم يتراجعوا حتى شبرا واحدا. ما تم تحريره من أجزاء واسعة من مدارات، وأيضا الوصول إلى شارع 30 الشمالي والعمارات المطلة عليه وبالمحيط نقطة الهنجر، وأيضا إلى مزارع القات جنوب مصنع البلوك ومصنع السمن والصابون بحوالي 2 كيلومتر تقريبا، في محيط جبل هان وفي وادي التبدد ووادي حنش وتبة العشيق وتبة الجزارين والقرن والصرة والدار كل ما تم السيطرة عليه خلال المرحلة الماضية. الآن في هذه الأثناء يجري التموضع فيه وتثبيته وتأمينه دفاعيا وهندسيا، وحتى لا تعود إليه الميليشيات، وحتى يكون منطلق أيضا للعمليات القادمة وللهجومات القادمة. نعم. الآن أيضا في هذه الأثناء الفرق الهندسية تقوم مشكورة ببذل جهد كبير ومضاعف لنزع الألغام المنتشرة بكثافة خلال في هذه المنطقة.
أيضا تقوم الفرق التخصصية في المدفعية والدبابات لاستهداف أوكار الميليشيات وأماكن تمركزهم ونقاط تجمعاتهم العسكرية في 60 و50 ومفرق شرعب، وفي بعض أيضا التباب المطلة في القاضي والمدرجات، فيتم استهدافهم ويتم ضرب أماكن تجمعاتهم واستهداف أيضا تعزيزاتهم إلى هذه المناطق التي يدفعهم الآن بتعزيزات كبيرة جدا إلى هذه المناطق حتى يستعيدوا ولو شبرا واحدا مما خسروه. لكن في الحقيقة عجلة الانتصارات دارت ومرحلة معركة التحرير بدأت لتعز، وكما تلاحظ معي أخي الكريم أنه خلال الفترة القليلة الماضية لم تستطع الميليشيات تحقيق أي تقدم أو انتصار في جميع الجبهات، نعم. ولا حتى استعادة ما تخسره في وأي هجوم للجيش الوطني، يعني يتم التقدم والسيطرة على مواقع جديدة. نعم، سر هذا التحول سيادة العقيد، نعم، سر هذا التحول في تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقهقر الميليشيا من هذه المواقع. الأمر الأول هو أمر معنوي، وهو بعد عون الله تبارك وتعالى وفضله يعود إلى إيمان المقاتلين بعدالة قضيتهم وأنهم يقاتلوا من أجل قضية عادلة، وأيضا المعنوية العالية لدى أبناء تعز أنهم يدافعوا عن مدينتهم وعن شرعيتهم وعن مخرجات الحوار الوطني التي توافق عليها اليمنيون جميعا ضد فئة باغية تريد أن تكتسح وتجتاح المناطق بشكل عام. نعم سيادة العقيد، دعنا نتحدث، نعم سيادة العقيد نتحدث من جهة عسكرية، من ناحية عسكرية، يعني بعيدا عن الجانب السياسي فقط، هل هناك مثلا تحول في أسلحة نوعية بدأت يعني يمتلكها الجيش الوطني والمقاومة؟ هل هناك دعم كبير من التحالف العربي حتى أصبحت كفة التقدم وكفة المعركة للجيش الوطني والمقاومة؟ أنا أتحدث معك عسكريا، هذا ليس أمر سياسي. المعنويات هي 75% من المعركة. أبطالنا ورجالنا وشبابنا يخوضون معركة بأجسادهم، يعني يفجروا حقول الألغام والعبوات الناسنة بأدوات بسيطة. فأنا أحدثك عن المعنويات التي هي جزء رئيسي لا يتجزأ من المعركة العسكرية، هذا أولا. ثانيا الخبرة التي اكتسبها أبناء تعز واكتسبها أفراد الجيش الوطني من خلال السنتين من خوض المعارك في مختلف الظروف وفي مختلف الأحوال في المناطق الجبلية وفي المناطق المفتوحة وفي المناطق السكنية وغيرها، في الليل في النهار في أوقات المطر في مختلف الظروف والأوقات ومختلف صنوف الأعمال القتالية، فاكتسبوا أيضا خبرة ودربة واحترافية ومهنية في التعامل مع الميليشيات والتعامل مع السلاح والتعامل مع الميدان، هذا أمر أيضا مهم جدا. الأمر الذي يليه أيضا وهو يعني يعود إلى فقدان الميليشيات أيضا لمبرر لكثير من المبررات التي كانت تخدع بها بعض الجهال والسذج وبعض الأفراد في محاربتها لإسرائيل وأمريكا في تعز، انكشفت كثير من أضاليلهم وألاعيبهم وبدأوا يخسروا كثير في القوى البشرية. طيب. عندهم نعم. أيضا قضية مهمة جدا وهي استهداف الطيران التحالف لعدد من الآليات المعادية وعدد من المدرعات والأسلحة الثقيلة عند العدو، فيتم استهدافها أيضا وتم تدمير جزء لا بأس به من إمكانياتهم ومن تسليحهم، هذا أيضا بفضل الله ثم بفضل التحالف ومساندته ودعمه أدى أيضا إلى أن تتوازن القوى نوعا ما، هناك نوعا ما من التوازن الحاصل الآن بين القوى والآليات والتسليح والأفراد إلى حد ما جعل القوات المسلحة الوطنية تتقدم أكثر. نعم، أهمية هذه المواقع الأخيرة سيادة العقيد التي سيطرتم عليها بجوار السمن والصابون وجوار مفرق شرعب، وربما هذا هو من أهم المنافذ الذي تربط تعز بالحديدة، وأيضا أمام التعزيزات الآن الميليشيا التي تحاول أن تستعيد هذه المواقع، قدرتكم أنتم في الجيش الوطني على تحقيق
انتصارات أيضا جديدة والسيطرة على هذه المنافذ وتحرير السمن والصابون ومفرق شرعب، وقدرتكم أيضا على الحفاظ عليها من التعزيزات الكبيرة التي تصل للميليشيا من أجل استعادتها. قلت لك سابقا أن الأماكن التي تم التقدم إليها هي أماكن مهمة جدا، تقترب أكثر من الأماكن الحساسة والاستراتيجية بالنسبة للعدو، تسيطر ناريا على تباب ونقاط تمركز العدو في ستين ومفرق شرعب ومصنع السمن والصابون. هذه الأماكن أيضا هي تمثل المفتاح الرئيسي لمدينة تعز من ناحية الغرب، ستفتح المعبر وسيفتح المنفذ إذا تم السيطرة تماما على هذه المداخل الرئيسة. أيضا هذه الأماكن هي تقترب أكثر أيضا من حتى تتم التحام الجبهة الغربية مع القوات المتقدمة من الساحل الغربي، وبالتالي يكون هناك منفذ بحري أيضا لتعز وهو ميناء المخا، ويسير الراكب من صنعاء إلى. هل بات قريبا التحام قوات الجيش الوطني والمقاومة بين القادمة من الساحل الغربي في المخا والقادمة من الجبهة الغربية في تعز؟ إن شاء الله يتم الآن يتم قطع خطوط الإمداد والتعزيزات للعدو وتقطيع أوصاله وخط شرايينه. أصبح الآن لا يستطيع أن يعبر إلا عبر خطوط فرعية صعبة بعيدة، سيتم استهدافه من خلال عمليات نوعية ومن خلال الكمائن وغيرها. فأنا أعتقد وأتصور طبعا ما يحدث الآن هو تمهيد ناري وفرق هندسية أيضا لتصفية حقول الألغام واستعداد عالي لمعاودة الهجوم قريبا، بحيث لن تتوقف هذه المعركة حتى تحقق أهدافها المرسومة كاملا. نعم. هي حققت نسبة كبيرة حتى الآن من الأهداف، لكن يعني سيتم استكمال بقية الأهداف لاحقا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نائب الناطق باسم الجيش الوطني في تعز العقيد عبد الباسط البحر، وينضم إلينا الآن من تعز أيضا المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزيزي. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. أهلا وسهلا، أهلا والشكر لك ولجميع نائب الناطق العسكري. مرحبا بك أستاذ عبد الهادي. هذه المرة المحور تعز يعلن عن عملية عسكرية، ربما بدأت المؤشرات الآن فعلا لصالح هذه العملية التي أطلقتها قبل أيام المحور في تعز الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هل باعتقادك ستحقق ما أعلنت عنه، أم ربما هي عبارة عن يعني تصريحات كسابقتها من التصريحات التي مرت ربما؟ لا أعتقد هذه المرة جرى إعداد لمعركة يقودها الجيش، أن يقودها جنرالات عسكريين يدركون ما معنى الإمكانيات، ما معنى السيطرة والتقدم، لكن رغم ما يبذله العسكريين في تعز يظل الوضع في تعز إلى الآن ربما لم تدفع سوى ما بين 55% إلى 60% من القوة البشرية الموجودة فعلا لدى الجيش في تعز الممتد على جبهة طويلة كما كنا ذكرنا سابقا. ما زالت هذه الجبهة تمتد من الحدود الغربية لمديرية الشمايتين مرورا بالمعافر وجبل حبشي ومقبنة، وتمتد حتى مفرق شرعب، وبالتالي يعني حوالي 6 مديريات في الجبهة الغربية تماما، جبهة طويلة. ومع ذلك هناك فائض في قوة بشرية ينقصها الكثير من الإمكانيات المادية أو المالية للحركة والاستيعاب والتموضع لهذه المعسكرات، هذا من جانب. ومن الجانب الآخر أيضا تنقصها المعدات. المعركة في هذه المناطق مناطق مفتوحة، أي أن المواجهات تجري على أرض مفتوحة ومنسدة بشكل كبير، وبالتالي هي بحاجة إلى الإمكانيات، بحاجة إلى عربة النقل، إلى السلاح الثقيل، إلى التمهيد الناري، بحاجة إلى التعامل مع الألغام والقناصة التي أصبح يتعامل معها الإنقلابيين وكأنها السلاح الأساسي الذي يستخدمون. هناك آلاف من الألغام المزروعة في هذه المناطق وهي حصادات لجيش متحرك على الأرض. نعم. بمجامع تغطي إمكانيات، تغطي عجز إمكانيات. نعم. الفاتح.
استاذ عبد الهادي، من خلال نعم استاذ عبد الهادي، من خلال متابعتك واطلاعك على قوات الجيش الوطني وايضا تحركاتها الاخيره، هل يمكن القول الان بان الجيش الوطني والمقاومه باتوا اكثر تنظيما، اكثر تسليحا، اكثر قدره على تحقيق اي هدف يعلنوا عنه؟ بالنسبة للجيش الإعلام، هنالك جهوداً بذلت وتبذل بشكل مستمر، هنالك معسكرات تدريبية في 17 و35 و22 من الألوية الرئيسية، وهنالك معسكرات تدريبية تتبع المشوار. بدأ الجيش يظهر كمؤسسة في تعز من خلال إسناده حتى للأمن وتوزيعه للشرطة العسكرية. بدأ الجيش صاحب اليد الطويلة، الآن هنالك مؤسسة لهذه المؤسسة، لكن تنقص الكثير من الإمكانيات. هذه حقيقة، يا العسكريين الموجودين يبذلون جهودا كبيرة، وهم يستغلون بشكل أساسي أو ما يمكن أن نسميه بالجانب المعنوي أو الحماس الكبير، لكن هذه الحماس وحده لن يكون كافيا ما لم تتوفر هذه الإمكانيات. جرى صرف رواتب للجيش لفترة من شهرين إلى ثلاثة، ولا زالت هنالك نسبة كبيرة في موضوع رد المستشفى الملحق للعسكريين. لا زالت المسألة ربما تحتاج وقت، لكن من حيث الأدائية هنالك خبرة اكتسبت، هنالك عسكريين محترفين، هنالك مجاميع عامين ونصف العام، الآن نحن في الشهر الثامن. هذه الفترة منذ يعني بداية تشكل المقاومة وانخراط قيادات عسكرية أصبح هؤلاء محترفين بكل معاني الكلمة، ولديهم إمكانيات بشرية وتعليمية عالية، لكن ما يقبل هؤلاء هو جانب المعدات والإمكانيات والجانب المادي وآلية التنظيم والاستيعاب. أن تتكلم عن معسكرات فيها من 3 إلى 6 ألف فرد، هي لا تدفع عمليا، لا تدفع سوى ب50% بحسب الإمكانيات التي لديها. الحرب تعني مال في البداية والنهاية، هذا نعم. هذه قضية مفرغ منها، لكن نعم. هي الآن تتحرك وخرجت لتواجه في مناطق مفتوحة، ويعرف العسكريين ما معنى كلمة المواجهة في المناطق المفتوحة، أراضي سهلية أو أيضا وديان وسيدات نعم. أي أن المسألة محتاجة إلى مدفعية، إلى تمشيط نيراني، إلى تعجب في وسائل النقل، إلى آلية المناورة، محتاجة إلى كاشحات ألغام، إلى مدشات ألغام، محتاجة أيضا. طيب أستاذ عبد الهادي نعم. هل تعتقد نعم أستاذ عبد الهادي، أمام كل ما طرحته الآن عن الجيش الوطني واحترافيته وبات أكثر قدرة على تحقيق ما يريد رغم الإمكانات الضعيفة التي تحدث عنها، هل باعتقادك الميليشيا ربما لا تزال قادرة على دفع بقوة كبيرة لمنع خسارة هذه المناطق واستعادتها؟ أعتقد لأول مرة يبدأ الجيش الوطني بالهجوم، بدلا من ما ظلينا نسمعه طوال الفترة الماضية، اختراق صد اختراق، محاولة استعادة تقدم، أي أن هنالك تغيرا في ميزان القوة على الأرض. بدأ هو بالمباغتة، بدأ بمسألة العمل بطريقة الجماعة المنظمة وليس بطريقة المقاومة التي تعتمد على الجانب الشعبي والحشد، وربما التي أحيانا ما تتأثر كثيرا مع أول انكسار أو أول انسحاب أو فقدان معركة في مقابل الحرب أو استمرارية الحرب. هناك تغيرات كبيرة جرت في الجيش الوطني، بدأت صورته أكثر اتزانا، أكثر نظامية إلى حد كبير. هذه الميليشيا ربما فقدت أو نجح التعز في أن تتحول نقطة استنزاف مخيف، وهنالك تراجع كبير في قيادات الميليشيا، هنا فقدت الميليشيا عددا كبير من قياداتها. الآن لو تمكن الجيش في تعز من الوصول إلى مسرق شرعب، سوف يحاصر الجماعات المتواجدة إلى غرب محافظة تعز والمضغوطة من الساحل بالجيش الوطني المتقدم من محافظة عدن والمحافظة الجنوبية وخط النخاع، وبالتالي يكون الحوثيين أو المتحوثون صراحة بين فكي كماشة. لكن عمل الجيش كان يحتاج غطاء سياسيا، أي نحتاج جهودا سياسية رسمية سواء من هيئة الأركان أو الرئاسة أو أيضا من رئاسة الوزراء،
بقيادة بإجراء حوارات مع بعض البنى القبلية والاجتماعية لتفتيت جماعة المتحوثين وليس الحوثيين. وهناك فرق، هناك نسبة كبيرة من المقاتلين في تعز من المتحوثين، وهؤلاء كان يمكن أن يطفى شرهم بتحركات سياسية للقوى السياسية أو للقيادة نفسها. المعركة تحت غطاء سياسي في تعز من أجل استمرارها، لأن أيضا الحرب كما يصنفونها بأنها نوعا من التفاوض لكن بأدوات غير أدوات الطاولة بالمدفعية، وهي كسر إرادات. طيب أستاذ عبد الهادي، نعم نعم أستاذ عبد الهادي، تحدثت عن نقطة مهمة بأن يعني في السيطرة على هذه المواقع الجديدة الآن في المنافذ الغربية لتعز ربما أصبحت الميليشيا بين فكي كماشة كما تقول، هل يمكن الآن أن نسميها المعركة ما قبل الأخيرة لتحرير تعز؟ هي أعتقد أن الوصول إلى شارع السكين والسيطرة عليه هي المعركة ما قبل الأخيرة، لأنه سوف يفتح المديريات الشمالية من تعز التي تعرف بالتعزية وشرع برونة والسلام والإخلاف وشمير المناطق الشمالية، وبالتالي تستكمل الضغط على منطقة الحوان أو الجزء المشمر كيرشي. استطاعت جماعة الانقلاب أن تسيطر على أهم وحدتين اقتصاديتين في الفترة الماضية من تعز، وهي الطريق الرابط ما بين تعز ولحب وعدن ابتداء من الحوبان وحتى الراهدة كريش، وامتدت عبر شارع الستين الذي أوصلها إلى الجهة الغربية وبالتالي سيطرت على الساحل. الآن يجري بتر اليد الممتدة على الساحل الغربي لتعز، وبالتالي سيبقى شرق تعز هي المعركة الأخيرة التي ينتظر أن يحسمها إذا تمكن الجيش الوطني من الوصول إلى شارع الستين الذي يزيد طوله عن 50 كيلو من الحوضان حتى نقبنا، وبالتالي سوف يتم تحرير كامل مديرية الواجعية وموجع أو ما تبقى من جنوب في الواجعية وموجع الكدحة مرورا بجبل حبشي، وبالتالي تستكمل الحلقة. وهنا يمكن أن تخرج تعز من حالة التأزم العام بمجرد أن يتم وصل الجيش الوطني مع الجيش المتقدم من مديرية المحاق. شكرا لك. وبالتالي تخرج تعز على العالم أو تخرج من سكة الحصار تماما. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي، كنت معنا من محافظة تعز. وفي محورنا الأخير نتحدث عن الجانب اللجنة الأمنية والتحركات الأخيرة، وللحديث حول هذا الملف ينضم إلينا مستشار محافظ تعز نبيل جامل. مرحبا بك أستاذ نبيل. مرحبا بك أخي بشير ومشاهدك الكرام. أهلا بك أستاذ نبيل. اللجنة الأمنية ربما أعلنتم عن الآن خطة لفتح المنافذ الشمالية الشرقية للمدينة، طريق الموشكي كلابة، ما الذي يمكن أن يضيف إعلانكم هذا بالنسبة لهذه الأماكن وأيضا بالنسبة لتعز ومنافذها؟ أخي الكريم، الكل يعلم أن تعز تقع تحت الحصار لسنتين ونصف، حصار شديد ليس لها منفذ غير منفذ وحيد في الجهة الغربية، وهو منفذ لا يزال مهدد حتى الآن قريب من خط النار. للأسف الشديد زار تعز أكثر من بعثة دولية، ويتم الكلام على تعز في بعض البيانات، ولكن لم نرى أي شيء يتحقق على الأرض. تعز مخلوقة من ثلاث جهات، الجهة الشرقية والجهة الشمالية والجهة الجنوبية، كما قلت ليس لنا منفذ غير في اتجاه الجهة الغربية. اليوم نحن نتقدم ليس نقول مبادرة، بل نفتح أيضا طريق بالأصل مفتوح ومغلق من قبل الثلاثين، وهو الطريق الرسمي الذي أشرت إليه، زيد المشكي كلابة مستشفى الحمد إلى جولة القاف، ثم إلى محافظة إب والمحافظات الأخرى لكي يتنفس أبناء تعز الصعداء. أستاذ نبيل معذرة، معلومة بس فقط مهمة، الآن خط كلابة زيد الموشكي القصر بات يعني مؤمنا بالكامل وبإمكان الناس التحرك في هذا المساحة بطريقة آمنة وسهلة وسلسة. من جهة المدينة المحاصرة الطريق آمن وليس في شيء. الإغلاق الآن يتم من قبل الميليشيات الانقلابية في الطرف الآخر. الطريق هذا يصل إلى كلابة، ثم بالاتجاه الآخر توجد الميليشيات الانقلابية التي نزلت توجد لديها هناك حواجز، وربما أيضا لبعض حقول الألغام.
من خلال البيان الصادر اليوم من قبل اللجنة الأمنية وحضور السلطة المحلية وحضور الأحزاب السياسية، نحن نريد فعلا أن يتم اعتماد هذا الطريق طريق رسمي لتنقلات الناس لإغاثتهم للجانب الإنساني لدخول المنظمة الدولية. نعم، هل هناك تفاهمات ما أستاذ نبيل، معذرة على المقاطعة، هل هناك تفاهمات ما بينكم وبين الميليشيا من أجل يعني تسهيل حركة المواطنين في هذه المنافذ بينكم وبينهم؟ لا يوجد تفاهمات بيني وبين هؤلاء الانقلابيين. كانت هناك وساطة لبعض الشخصيات الاجتماعية المحسوبة على تعز، ولكن للأسف الشديد لم يصلوا إلى شيء. اليوم نحن نطرح لهم هذه المبادرة الشجاعة ونقول فعلا يتم تجميد كل العمليات العسكرية في هذه الجهة حتى يستطيع تنقل الناس. أشير هنا يا أخي إلى نقطة مهمة. الآن من يريد الدخول إلى تعز يقطع تقريبا بحدود 6 ساعات. الطريق هذا اللي تم فتحه اليوم لن يتجاوز الدخول إلى مدينة تعز 5 دقائق. ينظر إلى شدة المعاناة. أنتم تعلمون أن الأسبوع الفائت عندما نزلت أمطار شديدة إلى تعز بسبب الطريق الوعر الذي يدخل إلى تعز عن طريق القروض إلى المفرق، تم السيول جرفت أكثر من 8 أشخاص توفوا بسبب هذه الوعورة في الطريق. نحن اليوم نقول الطريق الرسمي الرابط بين تعز ومحافظة إب أصبح طريق مفتوح لمرور الناس، ونتمنى من الميليشيات الانقلابية إذا كان لديهم عقلاء أن يسمحوا بمرور الناس، خاصة مع قدوم العيد. هناك حالات مرضية، هناك بضاعة تريد أن تدخل إلى المدينة، أصبحت تكاليف البضاعة اللي تدخل المدينة أسعارها مضاعفة بسبب طول الطريق الذي فرضه الانقلابيون، وهو طريق ليس رسميا عن طريق الأقروب والمفراق. ايضا للاسف الشديد هناك مزايده اعلاميه منهم للمنظمات الدوليه انهم سيفتحون طريق اخر، وهو طريق ايضا شرعي يمر بسيول او بطرق للسيول اساسا عن طريق ايضا دمنا وطريق النقيل الابل مرورا بالزيلعي وازعار وعبدان ثم دخولا الى صاله. نقول ليلتقطوا فعلا هذه الفرصه، ومن خلالكم نناشد الممثل المقيم للامم المتحده الذي يضغط الان بشده لفتح مطار صنعاء. نقول فليفتح مطار صنعاء ليس عندنا، بل فليفتح ويرفع الحصار ايضا على مدينه تعز. نعم، على نقطه مهمه. نعم استاذ نبيل، نعم نقطه في غايه الاهميه. يعني مثل ما يطالبون بفتح مطار صنعاء يجب ايضا فتح كل منافذ تعز وفك الحصار عنها. سؤال اخير فقط استاذ نبيل، الان اللجنه الامنيه بتحركاتها هل ستشهد تعز تامين ومتابعه ل الجريمة، الحد من الاغتيالات، متابعة الاختلالات التي حدثت طيلة الفترة الماضية؟ نختم بها في دقيقة إذا تكرمت. نقول فعلا تعز تمر بمرحلة من الاختلالات الأمنية الموجودة على الساحة ولها مبرراتها. مبرراتها الشغل الاستخباراتي للخلايا النائمة للمخلوع علي عبد الله صالح، وأيضا ضعف الإمكانيات الموجودة مع القوات الأمنية. ومع هذا يوجد هناك إن شاء الله سبحانه وتعالى فعل على الميدان. الآن الشرطة العسكرية بدأت بالانتشار في كثير من المناطق. أيضا البادرة اللي تسعد كل الناس، بادرة الناس الحاضنة الاجتماعية التي تتفاعل مع القوات الأمنية بإسنادها بالمعلومات بالتبليغ عن من يقومون بهذه الاغتيالات. ونقول تعز كل يوم تتقدم في مسار التحرير في الجبهات العسكرية، وتتقدم أيضا في مسار بناء المؤسسات وخاصة المؤسسة الأمنية. أشكرك جزيل الشكر مستشار محافظ تعز الأستاذ نبيل جامل، كنت معنا من هناك. وأيضا الشكر للمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، وكذلك لنائب الناطق باسم الجيش الوطني العقيد عبد الباسط البحر. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معد الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، حفظكم الله الوطن.